شكرا لزميل محمد سعدون الكواري. بسم الله الرحمن الرحيم. معد في ملعب أنفيلد في لقاء الأسبوع 31 هنا في ملعب نادي ليفربول. ليفربول في إطار مباراة الدوري الإنجليزي الممتازة لموسم 2017-2018 يستضيف نادي واتفورد. ونتذكر طبعا التعادل ما بين الفريقين في لقاء الدور الأول كان 3-3. ليفربول مركز رابع برصيد 60 نقطة، وواتفورد في المركز العاشر برصيد 36 نقطة. أدي أمامنا هنا طبعا أحد الأسماء والنجوم الكبار طبعا آير راش، لقاءاته مع الفريق بخلاف 7 أهداف في دوري أبطال. يا ولد لمة حلوة، وهي هي ولد هي ولد أمامنا هو الملك المصري محمد صلاح رقم 25 ينفرد بقمة الهدافين، يضع نفسه في هذه اللقطة. بص شوف صلاح بيعمل ايه، بص شوف صلاح. يا ولد يا ولد يا ولد على الفرحة، يا ولد على الفرحة والهدف. وهنا طبعا محو أثار الهزيمة في المباراة السابقة أمام المان يونايتد. محمد صلاح يسجل فقط بعد يعني 3 دقائق هذا الموسم، حقق الفوز في 10 وتعادل في 7 وانفراد جديد لمحمد صلاح. هذا هو الهتاف، هذه هي الأغاني. لكن هنا فريق يبحث عن الباك رومز ضمن الأربعة المختارين للمنتخب الإنجليزي، وهاري كين وكذلك أيضا يعني لوكافيل اللي كان فيه إبداع وكان فيه روعة الحقيقة ولمسة جميلة. مباراة اليوم حتى الآن الكرات العالية أمامنا، أدي الحصار 33 لقاء والكرة الركنية الملعوبة، لكن تمر في الأداء وطموحاته ويعني الاستمرارية. 27 مرور حلو أو فريرا وفك التعادل، لكن هو إصابة وابتعد كرة أمامية المرة دي عن طريق اللاعب فيرمينو، لكن يبدو في راية في راية في راية وفي تسلل في راية وفي تسلل في هذه الكرة. دقائق من صناعة اللاعب ماني، كرات العالية ورأسية بتعدي الكرة في منتهى الخطورة بتعدي. هدف المبكر يعني خلى لعيب بيريرا صاحب الكره الخطيره الوحيده، كره العاليه، هل في دفعه؟ ودي صلاح التمريره يا ولد بالصمت، فيرمينو واحده برازيلي واحده برازيلي، ولكن هنا بقى شوف واحده ايه اللمسه مصريه من الملك المصري محمد جدا، رؤيه خاصه وضعه يلعب في العمق. ودي كره في العمق ملعوبه لبيتش، هو تحكي على مين وتتكلم على مين؟ لا حديث ولا متعه ولا روعه اكثر من نجمنا الكبير محمد صلاح، لكن روبرتسون على التمريره الروعه ومحمد صلاح يسجل ثنائيه ويصفق لنادي واتفورد. محمد صلاح وهدفين في اللقاء، يصبح الهداف منفردا ب 26 هدف، هدف في الدقيقه الرابعه وهدف في الدقيقه 43. شكرا لي زميل محمد سعدون الكواري. مره اخرى احييكم ملعب انفيلد، مباراه ليفربول واتفورد. ويلم على طول ويجيب على شماله ويبحث عن التمرير، يا ولد بص على اللعب، بص على المغمض، بص على الإحساس، بص على النتيجة، بص على صلاح، بص على فيرمينو، ايه الروعة، ايه الإبداع ده، اللمسة المصرية من الفرعون المصري محمد. سبيرز 24 ثم إجوالو 21 وتسديدة حلوة، حلوة التسديدة أمامنا هنا من واحد من اللاعبين المميزين. أدي أمامنا اللاعب هولوب أصبح يعني يحمل الكثير من الذكريات الجميلة هنا في ملعب ليفربول. هناك مينيو ليه طبعا، ميلنر دخل مكان امري تشان. ادي امامنا فيريرا تقينه، يا ولد المره دي اتزحلق ولعبها وهو واقع، وماريفا يعني بذل جهد كبير، فيريرا يلم وراسيه هنا ومحاوله كانت سكنت شباك، عايز كان يلعبها بكعبه لكن راح، اصبحت اغنيه شبه رسميه طبعا من بدايه الستينات. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا صلوا عليه، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.